حبايبي الشطار عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير. النهارده هنتكلم عن الكوميونتي هيلبرز. لو فاكرين في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عنهم وعرفنا منهم كتير. النهارده حلقه التمارين، وقبل ما ابدا حابه اراجع معاكم عليه. يلا كده نراجع بسرعه. دول كده الكوميونتي هيلبر، كمان مره: بيلدر، تيتشر، فاير فايتر، دكتور، الكتريشن، بوتشر، بيكر، ميكانيك، ان انجينير، بوليس اوفيسر، كاربنتر، وسيلز مان. في تاني، في كتير طبعا، اكيد في كوميونتي هيلبرز اكتر من كده بكتير. يلا كده نحل شوية تمارين عليك. ماشي، هنوصل كل كوميونتي هيلبر بالمكان اللي بيعيش او بيشتغل فيه. اول حاجة الدكتور بيشتغل فين؟ work in the hospital. اما البوليس اوفيسر شغال في البوليس ستيشن، والفاير فايتر اكيد بيشتغل في الفاير ستيشن. طيب بالنسبه بقى للفارمر، اشتغل in the farm يعني في المزرعه. طيب what about the teacher؟ مدرس، worked in the school. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. متنسوش حلقات كتير تيجي مفيدة جدا ليك، واوعوا تفوتوها. وعشان تشوفوا كل حلقاتنا ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة بسهولة على يوتيوب. مع السلامة.